نقف عند مصر وما حدث اليوم في مصر وذكرى 25 يناير. وزي ما احنا شفنا الامور الامنيه كانت او استعدادات الامنيه كانت رائعه جدا، ما فيش حاجه حصلت غير انه كان في 2 من الارهابيين قتلوا في شقه في 6 اكتوبر، وقالوا ان احتمال كان ليهم علاقه بتفجيرات الهرم. عشان نعرف الدنيا كانت ماشيه ازاي، معانا ومع حضراتكم الان السيده العقيد خالد عكاشه الخبير الامني، والحقيقه هنفهم برضو الدنيا كانت ماشيه ازاي. برحب بحضرتك معانا. اهلا وسهلا يا فندم، تحياتي لحضرتك وكل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب، وبنقول برضو لولا كل الاحداث اللي حصلت من يناير لغايه دلوقتي ما كانش هيبقى عندنا الرئيس السيسي، ولا كان في احداث كتير هتبقى موجوده حاليا. نقدر نقول البعض علق، وطبعا دي في القنوات المغرضة، على انه مصر كان فيها ترسانة عسكرية، مصر وقفت المترو، مصر شفنا تكثيف شديد جدا وسكنات، يعني تحرير سكنة عسكرية مثلا. فحضرتك ترد عليهم وتقول لهم ايه كل الناس دي، وفي نفس الوقت انه هل كان في رغبة فعلا ان في ناس يعني من الشعب هتنزل التحرير؟ يعني على مستوى ادعاءات النزول لممارسة أعمال احتجاجية وأعمال شغب أو عنف، كانت الدعوات دي موجودة في السوشيال ميديا وتابعناها كلنا، وكان في صفحات التواصل الاجتماعي كتير من الصفحات اللي دعت لكده. فهذه الأمور كانت موجودة أو حاضرة في المشهد بصورة أو بأخرى خلال الفترة الماضية. كان هناك معلومات يعني تفصيلية عند الأجهزة الأمنية بتقول إن كالعادة التنظيمات الإرهابية هتتجاوب مع مثل هذه الدعوات باستغلال المناسبات وإنتاج موجة تصعيد من النشاطات الإرهابية. دي تاني حاجة. الحاجتين دول طالما كانوا موجودين لدى الأجهزة الأمنية يبقى كان المتوقع والمفروض من مهمتها انها تاخذ هذا الامر بالجديه اللازمه وتمارس مهامها بشكل جاد وبشكل محترم، مثلها مثل اي جهاز امني موجود في العالم بيتلقى تهديدات او بيتوفر لديه معلومات ان هناك نشاط ارهابي هيستهدف المواطنين وهيستهدف امن الشارع وهيستهدف المناطق المهمه او هيستهدف المواطنين صحيح. العاديين في اماكن تواجدهم. كل هذه العناصر من المهمة الأساسية لأجهزة الأمن إنها تحافظ عليها وإنها تخرج بيها زي ما إحنا بنتحدث الآن كده في نهاية اليوم بسلام وبأمن، وإن يكون مفيش حد اتأذى في اليوم ده. فأي حديث حوالين التضخيم الأمني أو الاستعدادات الأمنية المكثفة أظن إن هو حديث في خارج السياق بتاعه. صحيح. بنشاهد يعني الدول الأوروبية وكثير من الدول المناظرة لينا في المنطقة لما بتتلقى تهديدات إرهابية أو بتتوفر لديها تعليمات بيتحدثوا حوالين عشرات الآلاف من الأجهزة الأمنية موجودة في الشارع برضو، ده بناخده بصورة متوقعة. فرنسا كانت ناشرة في يوم واحد ما يزيد عن 180 ألف فرد من جهازها الأمني عقب مجموعة من الأحداث الإرهابية اللي موجودة في شوارع باريس. صحيح. المسألة يعني الإشارة إلى أن ده عيب وليس جدية في العمل، دي رؤية مغلوطة بالكامل الحقيقة. تمام. وجزء أخير احنا بنقول أن الدعوات أو المحاولة التصوير أن كان ميدان التحرير سكن عسكرية وأن كان الميادين مغلقة أو أن كان هناك تضييق على أحد، الحقيقة هذه برضو دعاوي كاذبة 100%. تمام. أنا كنت موجود في ميدان التحرير وكتير من عندنا صور منزلها جريدة الصحفيين الأخبار، يعني المشاهد دي بالتأكيد شكلها في بالظبط التحرير يعني. ف كانت المسألة بالصورة دي على الإطلاق يعني. تمام كده، تمام. وطبعا بنشكر ربنا ان فعلا الحمد لله ما حصلش اي حاجات غير بس اللي حصل في الصبح اللي تم الاعلان عنه بالنسبه اللي هم الاثنين الارهابيين اللي قتلوا بعد تبادل اطلاق النار في شقه في اكتوبر. فلو برضو حضرتك تحدثنا، وكان بالامس كمان اللي هو كان برضو في كرداسه في الهرم، فلو حضرتك ايضا زي تحدثنا عن ما الحادثتين دول اتفضل.
يعني زي ما كنا بنستعرض المشهد وبنتكلم حوالين توافر المعلومات لدى الأجهزة الأمنية حوالين نشاط إرهابي متوقع ونشاط إرهابي كان ليه دلائل موجودة على الأرض. الحملات الأمنية بقى لملاحقة أو الوصول إلى مصادر هذه المعلومات أو إلى الأماكن المعلومات بتشير إلى أنها فعلا هتكون موجود فيها خلايا إرهابية أو أماكن بيتم تخزين فيها مواد لصنع المفرقعات أو العبوات الناسفة أو ما شابه. الحقيقة هذه الحملات ما كانتش فقط بالأمس واليوم، كانت مستمرة منذ نحو 15 أو 20 يوم تقريبا قبل حلول ذكرى ثورة يناير. داخل فكانت القاهرة سيادة يعني كانت داخل داخل القاهرة القاهرة؟ والجيزة، نعم. داخل القاهرة والجيزة والقليوبية وأكتوبر، وكانت المعلومات بتشير بوضوح إلى أن على أطراف العاصمة الكبرى أو القاهرة الكبرى كما نطلق عليها اللي هي محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية، أن على أطراف هذه المنطقة هيكون موجود فيها مجموعة من الخلايا تستقر فيها علشان تنزل مصاحبة لذكرى يناير. فكان الشغل شغال وعلى قدم وساق وملاحقة موجودة في كتير من الأماكن، بعضها أصاب الأماكن بقوة وعمل عمليات إجهاضية كبيرة. نعم. الحقيقة شفنا ده في الهرم، شفنا ده في كرداسة، شفنا ده في كرداسة. على فكرة في عمليتين مش عملية واحدة، يعني بالأمس عملية ومنذ 72 ساعة قبلها كان شفنا في عمليتين. عملية لضبط مخزن كبير لتخزين المواد اللي بتستخدم في صناعة المفرقعات. فكانت الفترة كلها، وأظن إن المشهد برضو الأمني لن ينتهي بنهاية اليوم النهاردة، أظن إن هذه المساحة من العمل الأمني لملاحقة الخلايا دي هتستمر إلى أن تصل إلى أكبر عدد ممكن الوصول إليه أو إلى تأكيد إن مفيش تهديد موجود بالفعل خلال الفترة المستقبلية. هايل. طيب انا بس عايزه اوضح استوضح من حضرتك، ودي اخر حاجه بالنسبه لحادث الهرم اللي هو حادث التفجير الشديد ده، وان البعض كان بيقول ان تم استدراج القوات الامنيه، استدراج القوات الامنيه، ولغايه دلوقتي برضو بيقال ان الاعداد الحقيقيه للقتلى او للشهداء مش معروفه. لو برضو حضرتك توضح لنا الصوره دي، وانه الموضوع كان معلومات مخابراتيه، انه في فعلا الشقه دي فيها يعني عبوات، انتاج لعبوات او مصنع مصغر العبوات الناسفة والتخطيط لهجمات إرهابية. يعني ما كانش في المسألة نوع من الاستدراج ولا حاجة، يعني هذا التوصيف مغلوط تماما. نعم. الاستدراج ما يكونش مشهده ان تكون المنطقة كان تم محاصرتها بالكامل من قبل عدد كبير جدا من القوات الأمنية. قوات كانت نازلة وعارفة كويس جدا ان هي نازلة فين، واللي دلها على هذا الموقع تحرياتها الخاصة، تحريات الأجهزة الأمنية. لم يكن في الأمر استدراج بدليل أن كان هناك عدد كبير جدا من العبوات المعدة لاستخدامها خلال أيضا ثورة يناير، ودي كانت في سياق اللي احنا كنا بنذكره من لحظات. يعني ما كانش الشغل على الوكر الإرهابي دوت فقط، لا كان صحيح. بشكل عام، وكان معروف أن هيكون في وكرة أو اتنين في حقيقة الأهرامات. العدد الخاص بالضحايا ما هوش غامض ولا حاجة، وزارة الداخلية أعلنت بيان كامل في اليوم التالي بعدد من استشهدوا من قوات قوات الأمن الشرطة. أثناء عملية المداهمة، وأيضا من المدنيين اللي تم يعني للأسف الشديد قضوا نحبهم نتيجة عملية التفجير، لأن كان في تصدعات كتير جدا في الأماكن المجاورة لهذا العقار وفي من العقار نفسه الشقق اللي تحت شفنا المكان اللي مشاهد تم صعبة. الانفجار فيه. نعم. فلا معلومة مين عدد الضحايا والمصابين والكلام، يعني مش حاضر في ذهني حاليا دلوقتي الأعداد بالضبط ايه. أعرف إن في 3 ضباط من أفراد القوة اللي هجمت استشهدوا في العملية، وكان في 2 مجندين، وكان في مجموعة من المصابين موجودين لغاية دلوقتي بيتلقوا العلاج. تمام. لان الحقيقه الواحد بيفاجئ بان ناس تقول لك لا ده اللي من الشرطه كانوا 9 كانوا 16، تلاقي اعداد غريبه جدا. لكن انا بشكرك شكرا جزيلا طبعا للتوضيح، وانه كله كان تم من خلال بيانات رسميه، وانه ليس هناك اي نوع من انواع الاستدراج، ولكن كانت معلومات امنيه. شكرا جزيلا لحضرتك لكل هذه التغطيه والمعلومات، وكل سنه وحضرتك طيب بالنسبه ل 25 يناير. سياده العقيد خالد عكاشه، اشكرك شكرا. شكرا جزيلا.